يكون اسم مهدي عضو في الفرقة أو رئيس الفرقة ديال بالماروكا. طبعا الحال جينا اليوم إن شاء الله عازمين أننا نحيو التظاهرة الرياضية اللي تنظمت من طرف الجمعيات, ومن هذا المنبر كنشكرهم بزاف لأنه قليل فاش كنشوفوا بحال التظاهرات الرياضيين. دونك ما علينا حنا كشباب نجيو نتعاونوا معهم ونشجعوا الفئات الصغرى كذلك على باش يزاولوا الرياضة. دونك شرف لينا اننا نكونوا معاهم في هذا الملتقى, وكنتمنوا نكونوا زدنا شي اضافه ولو تكون غير لمسه خفيفه تكون نكونوا اش نقول لك نضيفوا واحد اللمسه لهاد الوليدات هادو, لان كتعرفوا المشاكل اللي كيدوروا بهم بطبيعه الحال كيجيو كيتفرغوا للرياضه وكذلك اشياء اخرى. حنا الصفه ديالنا هي اننا نجيو زعما نشطوا معاهم شي شويه. دونك شنو نقول لك, الجروب باقي جديد حاليا, باقي جديد وماشي ما كيهمش الفرق ديال امتى بدا ولا يلا بدا ولا شي حاجه. اللي كيهم هو الاجتهاد, الاجتهاد هو اللي كيلعب دور كبير في هذا المجال, خصوصا المجال ديال الباتو كذا, لانه كيعتقدوا فيها قويه انك تقدر توصل للمبتغى وكذلك زعما الطريق اللي رسمنا ازيرو. دونك حنا غاديين في هذا النطاق هذا والحمد لله راه غادي من حسن الى احسن ان شاء الله. المجموعه حاليا بقى ما مستقراش في الاعضاء, حاليا دابا كاينين تسعود وكنفكروا انه غادي نوسعوا شي شويه المجموعه تولي 11 12 ان شاء الله. هذا الشكر. شكرا. ما تنساوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.